السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ بخير لاباس شويه، كي دايرين مع الصحه؟ اليوم بغيت نشارك معكم هذا الخبيز تاع الشعير وتاع الذره وتاع القمح وشويه الفورس وشويه النافع. ها هو، ودابا راه درت الخميره هنايا، كبيت عليها اميها وخليتها تتفزك. انا دابا انا غادي ندير الذره، ها الذره، ها هي الذره. ها الشعير، ها فزكتو في الماء طايب، ها شويه الفورس، شويه الفورس، ها هو شويه تاع القمح، ها هو القمح، ها القمح اخوتي، ها هو ندوز شويه الغربال، ندير شويه الشطاطو، ها ندير فيه شويه تاع النافع، ها هو شويه النافع في الخبز. هذا دابا ما يضركم لا في المعده ولا في المصران ولا حتى شي حاجه، هذا كله مخير للمصران والمعده. درت الذره ودرت القمح ودرت شويه الفورس، وبغيت نشاركو معاكم شويه الشعير، وبغيت نشاركو معاكم احبابي هذا الخبيز. اليوم الجمعه زوين، ما درناش الطعام، عجلنا خبيز. ايوا، وكنتمنى نشارك معاكم هذه الخبيزه هذه اللي غندير. كيجي زوين وكيجي واعر للمعده من داك الشيء. هذا حطوها خبيز وشويه زيت العود وتشوفوا الماكله كي دايره. الشعير راه زوين، السميدات الشعير زوينه مخيره في الماكله. ودرت معها القمح بالنخاله ديالو، ودرت شي شويه الفورس، ودرت الذره، اربعه د الاشكال، ودرت الخميره، ايوا كنعجنو بالماء شويه دافي باش يجي الخبز رطب. نجيب شويه الملح احبابي، ودابا احبابي انا درت شويه د الملحه، مقويتش الملحه بزاف، الملحه شوفي راه صعيبه للصحه. احسن خبز واعر، احسن خبز هو داك الفورس، واعر كيضر في المعده، كيضر في المصران. خرا خلطت منه غير شويه، كان ما غادي نعلكها، ها غير شي شويه، ها كنخليها تشرب، ها نخليها شويه تفزق، وكانو نعاود شويه نديها ونجيبها وكانو نقرصها. دابا حبابي انا درت شويه الشعير، غنقرصها بالشعير، شويه الشعير وشويه النخال، ها الشعير والنخال، هذا الخبز تاع صحاب العروبيه. بسم الله،
كيديرها بنادم المغوطة، مخطوش يدير لها بحال هكاك، بحال هكاك راه كطردق. نوريكم كيفاش كتركب البوطة إلا كانت شي مرا بوحدة في الدار، غتعرف كيفاش تركبها. كتجيبي ليا بنتي قرعة لي عامرة، جيبي بنتي بنحبها بي حتى هادي شوية كتكون قاصحة هادي. شويه كتكون قاصحه حيدنا هذاك اللي كانت سادها من هنا حيدناها. ودابا حبابي انا غادي نركبها، هي دابا غتركب. انا عرفتي انت صافي ماما في البوطه، دابا بقى الجلده صحيحه. دابا حبايبي انا غادي نركبها، ايوا هون نشاركها معكم. واش غادي نديرو؟ الحمد لله منا راجل. هاد الفيديو درته خصيصا للعيالات اللي ساكنين بوحدهم، للبنات اللي ساكنين بوحدهم. الا حصلتيها كيفاش تركبي البوطة، يعني بلا ما تحتاجي انك تدخلي شي واحد ما كتعرفيش، كتعرفوها البنات. الثقه ما بقاش في هذا الوقت، الثقه ما كايناش. لما من الاحسن كلشي نتعلموه لراسنا. وري الناس اميتي. ودابا حبابي غادي توريكم ماما الطريقه كيفاش تعرفوا واش كاينه النفس ولا ما كايناش، يعني بلا ما تستعملوا. نجيب هذاك دابا ماما حطات الودن ديالها على البوطه، قالت لك ما فيها لا نفس لا حتى شي حاجه، ولكن ضروري نتاكدوا بالعمليه اللي قالت لكم. هاي غادي تبينها قدامكم. هانت دابا اكبر غلط اللي كنديرو، كيقولوا هكا راه غادي نديرو التيد والماء وغادي تخرج لك الكشكوشه بحال هكايا. اكبر غلط بنادم ما يديرش بحال هكا، وما يشدش البريكه ويجي مثلا سميتو ويشعل بيه. ها انتم احبابي، اكبر غلط بنادم يشد البريكه ويبرك عليه يشعلها ويشوفها واش كتنفس. هذاك اكبر غلط. ملي كتشديها تركبيها كتسدي دوك الفرنويات وتحلي القرعه وكتجيبي ودنك وتبقاي تصنطي. الا لقيتي شي تنفس كتنفس عاودي حليها وديري لها جلده جديده. هذه هي الطريقه باش كنركب انا البوطه ديما، وما عمر سيدي ربي ما ديما ربي حاضينا. والمهم هذه هي اللي بغيت نشارك معاكم، البوطه هي هذه شاركتها معاكم. ها
هانتوما صلحوا لي احبابي نسيت. هانت ملي كتشدي التيل وكتكبيه على البوطه هاك، الا هي دارت الكشكوشه وخرجت ديك الفقيعه تاع الكشكوشه عرفوها كتنفس، ما خرجت حتى شي حاجه عرفوها مزيره مزيان. دابا هادي انا مزيرها مزيان ما كتنفش. واكبر غلط هي هذه ملي كتشعلوها وتشوفوا واش كتنفس ولا لا، هذه وياكم ديروها. صعيب الحاله البنات بزاف والله، الا حضيو راسكم شحال من واحد دارها وخرجت عليه، شحال من واحد دارها ومات مساكن خرج على عائله على قدها. حضيو راسكم حنا ما كنبغيو ما نبغيو حتى شي واحد شي حاجه خايبه. هذه هي الطريقه اللي تستعملي الا لا ولا اختي، اي احسن طريقه احسن داك التخربيق كامل. انا دابا ركبتها وصايبتها ها نتوما، هي خدامه مزيانه كيقولوا البنات. الا كانت العافيه زرقاء فهي راه مزيانه، صحيه كانت العافيه حمراء راه صعيبه. دابا حبيبي انا نقرصها لا لا هناك نقرص لحظه الزيت، انت ما غير باش قرصتها ومخوال حتى الخبز تاع الشعير والذره ما كيبغوش تضربيه بزاف باش ما يجيش قاسح. دابا غنتسناه يخمر ونطيبو احبابي ونشاركو معاكم خبيز في هذا النهار اليوم الجمعه على مزوينات، وما درتش طعام اليوم. انا غادي نطيب هذا الخبيز هو هذا الخبيز الاخرى، هذه تاع الشعير والقنف والذره والخوخ مخلطين، هما يطيبو ونشاركو معاكم احبابي. ها هي الخبيزه اللي طيبت لي غنشارك معاكم اليوم، درتها بالشعير ودرتها بشويه الفورس ما قويتوش، ودرت فيها المخاله ودرت فيها الذره وخلطت شويه ديال القمح تاع المخاله درته هنايا. المهم ربعه ديال الاشكال وهو زوين، ودرت فيه شويه النافع تبارك الله عشاق تاكلوه هو وشويه زيت العود. شوفوا الماكله كي دايره هو، واخا سمحوا لي كليت منها شويه عجبني. ها هو يا ها ها هو خبيز تاع القمح. ايوا احبابي وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان يكون هذا الفيديو يعجبكم. ما تنساوناش بلي لايك وسبسكرايب واشتراك مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. كنقدم تحيه خاصه للناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن، تبارك الله عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي جديد. تهلاو ليا فراسكم.